احتفالات بمناسبة اعلان تحرير مدينة الموصل بالكامل. منصورين إنه يوم النصر، يوم الفرح، يوم انتصار الحق على الظلام، يوم انتصار الحق على الغرباء الذين فتكوا بهذه المدينة. ولكن سبحان الله الذي تجلت عنايته ونصر إخواننا المقاتلين جميعهم الذين أتوا من البصرة ومن النجف ومن العمارة، سالت دماءهم في هذه المدينة، هو وسام شرف لكل عراقي ولكل شخص من أبناء مدينة الموصل. لذلك يجب على أهل الموصل أن يتذكروا هؤلاء الأبطال وأن يعبدوا الطريق بالإدلاء بالمعلومات. هذا الطريق يجب أن يعبد ليصبح طريق عدل بعدم تواجد أي داعش في الموصل إن شاء الله. يعني إحنا في الموصلية نريد أن نقول لجنابكم الكريم، أنتم جبهة الأمان، لولا الشرطة المحلية والله لكانت هناك كثير من الخسائر في شهر رمضان، ولكن هناك خطط، وهذا إن دل على شيء استقرار مدينة نينوى يدل على القيادة الحكيمة لجنابكم. الحقيقة أنا لست بمفردي، هنالك قادة أيضا، قائد عمليات نينوى، نائب قائد عمليات نينوى، قائد فرقة 16، كل القادة الموجودين عملنا في هذا الشهر، الأجهزة الأمنية، الاستخبارات، المخابرات، الأمن الوطني، عملنا خلال شهر رمضان والعيد يد واحدة ليلا ونهار من أجل استقرار المدينة لكي لا تفسد فرحتهم، والحمد لله. ما بعد التحرير هناك خطط؟ نعم هناك لدينا خطط، لأن الملف الأمني سوف يكون بيد الشرطة، لذلك علينا أن نبرمج هذا الجهاز بأن يمسك هذه المدينة بشكل جيد ويفرض الأمن والقانون. تتوقعون المواطنين يتعاونون معكم؟ المواطن متعاون معنا بشكل جيد، والدليل هذه الفرحة اليوم نرى في الشارع بعفوية أنه المواطن فرحان لعودة المدينة.
إذا داعش وأعوانهم ليسمحوا على لحاهم هذه القذرة أن يذهبوا ولا يعودوا، لأن لا يطيقهم المواطن. اليوم مواطن يريد القانون، يريد الدولة. فإن شاء الله هذه فاتحة خير، وهذا لم يكن مسبوق هذا الشيء. اليوم نرى أن المواطن أصبح يد واحدة مع الأجهزة الأمنية، ونحن كذلك بوجه جديد بتعامل جديد إن شاء الله سنكون معهم في كل شيء.